بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنبدأ مجموعة من الفيديوهات بتتناول كل ما يتعلق بالمشروعات البحثية، وفي الفيديو ده هنبدأ بالموضوع الأول فيها، وهو إزاي تتعرف على المشروعات البحثية. هنبدأ في الفيديو ده بأننا ندخل على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg، وهو الموقع الرسمي للوزارة والمكان الوحيد اللي انت تعتمد عليه في اي بيانات تخص المشروع. ما تعتمدش على اي مواقع خارجية، ما تعتمدش على اي صفحات خارجية، خد كل معلومة من موقع وزارة التربية والتعليم. طيب ازاي اتعرف على المشروعات؟ هتقدر بانك تنزل في الصفحة، هتضغط لغاية لما تجيلك اللوحة الخاصة بالمشروعات البحثية. المشروعات البحثية، ولا هنحط لك الرابط بتاع الصفحة ديت تحت الفيديو، بتبدأ تتعرف على ايه المشروع وايه المعايير بتاعة المشروع المطلوب منك الالتزام بيها، وبعد كده ازاي تقدر تتعرف على ايه المشاريع الخاصة بالمرحلة الدراسية الخاصة بيك. في البداية بيعرفك بأنك مطلوب منك أثناء عمل المشروع مجموعة من الشروط اللي انت تلتزم بيها، مثلا انك تكون عامل عنوان جذاب، مثلا انك تكون عرض المشروع بطريقة منظمة، انك تستخدم المفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، انك تلتزم بعدد الكلمات المحددة، انك تلتزم بالمحاور اللي بيقوم عليها المشروع، في نفس الوقت تراعي الأخطاء الإملائية والقواعد النحوية والقواعد الإملائية وعلامات الترقيم أثناء كتابتك، بالإضافة لأن يكون مشروعك مميز عن بقية الطلاب، يعني ما تنقلش من أي حد تاني. اعتمد على نفسك واعتمد على قدراتك واستعين بمدرسينك، وهتلاقيهم كلهم بيساعدوك. في البداية بيعرفك ازاي تقدر تتعرف على ايه المشروعات البحثية الخاصة بيك، وازاي تنزل القوالب. في البداية هتاخد بأن انت مثلا في المرحلة الاعدادية، هتختار المرحلة الاعدادية، بعد كده هتختار الصف الدراسي اللي انت موجود فيه، لنفرض الصف الأول الإعدادي. بيعرض لحضراتكم مجموعة من الأمور هنا، إيه هي المشروعات البحثية بتاعتك المتاحة ليك واللي أنت هتختار منها موجودة قدامك في الملف الأولاني، إيه القوالب البحثية اللي أنت هتقدر تشتغل عليها بعد كده موجودة في الروابط اللي تلي رابط المشروعات البحثية. بالنسبة لطلبة التربية الخاصة هيلاقوا الحاجات بتاعتهم والمشروعات البحثية بتاعتهم تحت. انا هضغط على المشروعات البحثية علشان اتعرف على ايه هي المشروعات البحثية الخاصة بالصف الاول الاعدادي. بيعرفك بالقواعد اللي موجودة في المشروع وايه القواعد المنظمة لعمل المشروع، بعد كده بيجي يعرض لك العناوين. بيبقى مطلوب منك انك تختار ما بين مجموعة من العناوين. في المرحلة الإعدادية مثلا الوزارة في سنة 2020 طرحت 3 موضوعات تقدر تختار ما بينها. الموضوع الأول اللي هو تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، الموضوع الثاني الزيادة السكانية والأمن الغذائي، الموضوع الثالث البيئة. في نفس الوقت عرضت لك مجموعة من الإرشادات العامة اللي أنت لازم تلتزم بيها في الشكل اللي أنت هتقدم الملف بتاعك بيه. الإرشادات ديت هنشوفها في القالب في الفيديو الثاني ازاي هتتعرف عليها، وهي الوزارة هتكون سهلت عليك الوضع ده بأنها مقدمة لك قالب جاهز تقدر تحط فيه المعلومات اللي انت جمعتها من بره. بالإضافة لأنه هنا بيعرض لك ايه عدد الكلمات اللي انت مطلوب منك انك تلتزم بيه، والوزارة برضو بتفكرك بالعدد ده أثناء عملك داخل نموذج أو القالب اللي هم موفرينه لحضرتك علشان تقدر تسهل عليك مهمتك. شكرا لحضراتكم، ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق.